الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. ورد في السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم. الإيمان يخلق بمعنى يبلى ويضعف. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم كيف للمسلم أن يتعهد إيمانه بفعل الطاعات وترك المنهيات، وأن يستعين في ذلك بالله عز وجل، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. إذا كان هذا دأب النبي عليه الصلاة والسلام، فمن باب أولى نحن يا إخوة الأكارم أن نستعين بالله في تقوية وتثبيت إيماننا. وجزاكم الله خير على حسن الاستماع، وبارك الله فيكم.